الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مركر إلهي سبحانه وتعالى أيام هاتسك له ما أنت أو أي تهي مالين أحد بش بركي سنة رمضان أو اللحقة سنة كان ويهي كن أفربغ اللبي أفرتن وكباقن سديد التفنك بش أبريل لبدا كن كويلواتن. وحان دب وبلاغينا كتابك رمضان كي هوري إنو سعودي إيها كتابك لغو مقعاب الكلم الطيب للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سنة كهوري رمضان كهوري وحان كو استعقني قفك مركا أو هرددا أو كأركا قحسو هرديو ما شاء أيان كبلاغينا وحا أولي هاي سيدا درادد halka san kasii wadana kitaabkeenii oo sanad kor inoo socday. Imaamka wuxuu u baabeeyay waana fasalka lixaad wuxuu u baabeeyay faslun fi ma yaqulu man yafza'u wa yaqlaqu fi manamihi. Wuxuu uga dhiga ciwaan waxa uu leeyahay qofkii hurdada ku dhiban ee hurdadu dhibaato ku qabo argagax iyo walwal iyo walbahaar ku qaba. وحيابها للربائن ويرادو أي أبا بي إمامك رحمة الله عليه. عن بريدة قال شكى خالد بن وليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلق كلهم أجمع كلهم جميعا أن يفرط أحد منهم علي وأن يبغى علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. باب كان وآخرني مركب حنكبل عبنا وحويان وحاسوس باب كان وراء وآخرني وحنكبل عبنا فصل فيما يصنع من رأى رؤيا. وحو أبابي هاي مقفك إساقه هرداء كوري وضي ريو أحاديث تمركور أخرنا كدبان وحي الشرح كبحن دونا. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت أبا قتادة ابن ربعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفض عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وفي رواية قال إن كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به وليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره. متفق عليه. أن إمامك أما مؤلفك وحؤبا به سنهار أشياء قفك هدي أهرداد كل بنيه وحاوليه وحاو شيء صحايا تابعي إلى أبو سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة ابن عبد الرحمن وتابعي جليلة سو كورنا السحابي قال له قتادة أبا قتادة ابن ربعي رضي الله عنه أيوحو الشيقي
saxaabigaasi inuu ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo leh alru'ya min allah, riyadu mideeda wanaagsan waa min allah. Meeshan waxaan rabaa laba arrimood inaan kala saarno, alru'ya iyo alru'ya. Alru'ya oo alifka la taaga oo yahay alif tathniya ama alif al-ithnaan, waxaa weeyaan qofka marka uu hurdo riyada uu riyado weeyaan. Ama ru'ya ta'a marbuut waxaa weeyaan qofka marka isagoo soo jeeda waxa uu istusa weeyaan. Saa daraadeed alru'ya min allah, riyada wanaagsan ee qofka ku riyoodo waxay ka timaadaa min allah. Walxulmu iyada laftigeedana waa riyada xune, laakiin midda wanaagsan oo xag ilaahay ka timaado iyo midda xun ee xagga sheydaan ka timaado si la isu weydaariyo magacyadooda ama loo kala bedelo ayaa xulmi la yihahdaa, midda sheydaanka middan ilaahana arruya la yihahdaa. Walxulmu qarowga, qofka isagoo qarwa iyo riyada xun ku riyoonayna waa min ashaytaan. Marka nabigu wuxuu yidhi faidaa ra'aa axadukum shay-an yakrahuhu, midkiin haddii uu arko wax uu necbeysto. Waa maxalu shaahidka ciwaanka cashirka weeyaanu. Nabigu wuxuu yidhi falyanfud can yasaarihi 3 maraatin ida istayqada, dhanka bidix ha afuufo 3 goor markuu hurdada ka soo kaco. Nafaska waxaa la yidhaahdaa waa afuufitaanka aan la socon caliyada ama candhuufta. Markuu hurdada ka soo kaco dhanka bidix 3 goor ha u tufo. Riwaayadka noo imaan doonto ha u candhuuf tufo 3 goor xagga bidix iyadana leh. Marka koowaad waxaa laga rabaa riyaxun haddaa ku riyootid, kow in aa xagga bidix markaa soo kacdid oo riyada ay ku kiciso inaa 3 goor aad u tuftid dhanka bidix, kow. Laba, walyatacawad billaahi min shariha, shartii ilaahay inaa ka maangasho waxaa aragtay waxay doonto ahaato, adoo bahla ku eryanayaan, adoo cel ku dhexgalay, adoo buro dhaadheer ka dulboodayo, adoo dab ku dhacayo iyo wixii lamid ah, waxaasoo dhan waxaa la rabaa adaa ku riyootid walyatacawad billaahi min shariha. Haddii aad samaysay intaasi, thamarada ka dhalanayso waa tanaa, fainahaa lan tadurahu inshaa allah, allah hadduu raali ka noqdo ku dhibi mayso, ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. Xadiidkan abu salama isaga taabiciga wuxuu yidhi in kunta la ara ru'ya, waxaan ahaa mid riyo ku riyooda, riyadaasoo hiya afqalu calaya min aljabali, buur ay iga cusleed. Falamaa samictu bihada alxadiidi, xadiidka markaan qataada ka maqlay, famaa kuntu ubaaliha, mid u aabayeela ama ka cabsado wax kasto. Culayn salafku waxay ahaayeen kalsooni ay ku qabeen diinta. Markii la yidhaahdo nabiga yidhi ama allaha yidhi, wax kasto kalsoonida ayaa uga weyneyd, saa daraadeed way ku kalsoonaayeen hadalka ilaahay ama hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Riwaayad kale isla abu salama wuxuu leeyahay in kuntu ara ru'ya tahumuni, waxaan arki jiray riyo iyo murugo gelisa, xataa samictu abaa qataadata yaquul, ilaa aan maqlay abaa qataada oo xadiidkan nabiga ka waramayo aan maqlay, wa anaa kuntu la ara ru'ya fatumriduni, anna riyaan ku riyoon jiray waa ku xanuunsan jiray, waayo wuu dabageli jiray, wuu isisiin jiray, raad bay ku yeelan jirtay. Xataa samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul, ilaa aan maqla rasuulka allah oo leh alru'ya saalixa min allah. Haddaatan waa sheegnay alru'ya min allah bimacnaa alru'ya asaalixa, riyada wanaagsan. Marka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi riyada wanaagsan min allah weeyaan. Faidaa ra'aa axadukum maa yuxibu, qofkiin haddii uu arko wax uu jecel yahay uu ku riyoodo, falaa yuxadis bihi ilaa man yuxib, midkiin haddii waxa uu jecel yahay uu ku riyoodo yaanu uga sheekeynin, uusan u sheegin ilaa qof uu jecel yahay mooyaane. Haddii uu arkana wa in ra'aa maa yakrah, hadduu arka wax dhibaateeyana ama dhib u geysanaya riyadana, falaa yuxadis bihi, cidna yaanu u sheegin. Walyatful can yasaarihi 3, ha u candhuftufo xagga bidix hadday u suurtagalayso, haddii kale waa afuufaysa oo keliya. وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إلهنا هم ان قالوا شيطان كاسي إلهها كما ان قالوا, او من شر ما راه وحو اركا كما ان قالوا, فانها لن تضره وحده ما توغيسن ميسو. امام مسلم سيرو حسوسار, وخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال,
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة. وعن رفتك واتنا تيارو حيد أفوفتان نبي صلى الله عليه وسلم وحاويري متكين هدي وأركو الرياء طبعا يكرهها رياء ونعباسته ويانه هو عن رفت فحق بذح وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى أنا كما انقل الشيطان كاسي وليتحول عن جنبه الذي كان عليه لنعي أجيفنا هكا قدومه وما أصيح ضد لنعك له إيه مركو رئان أجيفين حديثتان دمان وحيات الماما ينقفك دور رياء كوريا دور رياء دور تروحا ويان ووحجرة خاصة رياء وناسا نبي عليه الصلاة والسلام نواق الشيغي قفك مركا أصيح ضد هدي او كوريا دور رياء دور حي أقيب سنتا سدح قيبوت علماء قار سدح أقيبين قارنا اللبو علماء قار وحيات هذا سدح القيبة أقيب ستو حوايا رياء اللي رياء رياء صالحة أو وناسا وقفك مركو أركو رياسي وناسن وحيكا قد قنتها بشارة ويان وأيو النبي عليه الصلاة والسلام حديث حكويري لم يبقى من النبوة إلا المبشرات نبني ماذا وحكا لك مهرين إلا بشارة ونمان بشارة نحويان رياض وناسن وقفك وكور رياض ويان سيد النبي عليه الصلاة والسلام نوع على بعض رياض وقيب سنته ورياض وقفك وكور رياض حيواحون أي حلم يلو يقانو أصل كذا نشيدان بيكتي من سيد النبي الإمام عليه الصلاة والسلام رياض وقفك إزعاج بيكو سميسا ومرغة قريسا لباتوين بضنبور كالوكو الماء حال كيدو وانو إمان دونا نبيقن ووشيغا وانا يرادو المرني يدن وانو علابات اي رياضا رياضا سيدة حادو حاوية ميدان راد وبوين قفك كلهين علماء قاركود ويقانين رياءان هدف معين لهين او حديث النفسي وكالي وقفك إنو سلاشي كيستو كالي امو حقل بيس كسونا نقضاء وهبين كوريوضو كالي سيدة درادة قفك هادو رياء وناسن كوريوضو حال كيدو محوية أولا وحالينا مبشرات ويان بشارة ويان مركا رياضنا أوقا وأحكام لغا مقاتو رياض وناسا دا كل يوتيد وحالغا الربا إنا إله كل ما يسيد وابشارة كو لابا إنا أشيتيد قفا جعشاي يعني مدى كلا رياض حون هادا كل يوتيد إذن وحالغا الربا سدح شيء متكوت إنا سدح شيء آسميسيد أولا لنكا بدح إنا وعن رفتفتيد أما آد أفوفتيد ومدى كواد مدى الأباد نحوى إله إنا ما ينقشد وحي آرات إله أكما ينقشد مدى سدحاد نحويان لنك أجيفتي إناد كوريتو لنك كلا أوريتيد وآد أبدلتيد سيدا هداسة من سيدا حداسي حاكو سياسو كل ما نايا سيدا درادد رياضو وحي كمتهاي وحي آبها الجراء أن كيري كرين قفك مسلم كانو حال ربا رياض إنا نكاقادر إن أحكام ودادو حاجر هدى رياضان اسكو كليفايو رياضاسي murugada ay ka qaadeen oo arkayba inay dhab tahay ama ay dhacayso sida sababkan waxa wariyadu waa la weeshada wax ahkaam laga ma qaato ahadiista riyadu waxa kale oo kamid ah oo nabigeena Cali salaatu wasalaam uu tilmaamay hadiis halkan oo sheekha muallifka kitaabka qoray uu yiri wayudkaru yudkaru waa siiqatu tamriid waxa weeyaan qaabka ahadiista daciifka lagu wariyay ay ka mid tahay marka wayudkaru iyo ruwaya iyo ان يوحي لم يتكام مركا ويذكروا عن النبي مركا شيق ابت الماما انه ضعيف يعني مركا ادو هدين محود وشيغي ما اوغين ما ضعيف مركا وانا فانتد مصطلحات كمحدثين تا ويذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قص عليه الرؤيا نمبا ريو نبي اوغ شيكي فقال وحا ويري خيرا رايت وخيرا يكون خيرا رايت خير با ارتي خير با نكون اقنايا وحاد ارتي كلمه داسي وآه خيرا رأيت وخيرا يكون صهر أشيغن وضعيف صابت لو ضعيفين وحاويان وحاكجران اللي رادو محمد ابن عبيد الله العزرمي لو يقان فزاري وانا متروك سيدا حافظك وكت المامي كتابك يساء التقريب سيدا رادد مركا خيرا رأيت وخيرا يكون قفك الدور يكور يوضو هديل ليه لها مسقنا روايدة كحيتا خيرا تلقاه وشرا أما خير وليك تلقاه وشر توقاه نعم وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين هذا ترى لنا خيرا تلقاه وشرا توقاه وخير لنا وشر على أعدائنا خير لنا وشر على أعدائنا وحسو قدر سيكونون مركو حاويان خير بالكلم شرنا ولقابت باذن خيرنا ونوء هذا شرنا عدوغين الدشي سأي النقطي ويام الحمد لله رب العالمين يدنا الرواية دا سلفتك يدنا مسكنا بل وضعيف جدا رقب دانا علماء دا كمان وضعيفين
sida uu ka mid ah imaamu albukhaari waxaana ku jira ninka la yidhaahdo sulaymaan ibnu cataa عن مسلم بن عبد الله الجهني وكورنا إمام البخاري وحري في حديثه مناكير أي كتل مامي ابن حبان في الضعفاء يكوري صادر عدد حديث كاس سينا مسون وحان أكفتو من خلاصة القول باب كان سد حرموت رياض إنه أقيب ستو سد حقيبض لكن لبن كوكنا نذن إنه تريو وناسا إريحون هذا ريو وناسا انتهي حق ربي كتم الرؤية من الله وحان لغارب إنه إلهكم هذه ست قفك جعشان أو شيرتيت لأنه حاسني مضوه بدنتهي riyada qaybteeda kala waa riyada xun ee loo bixiyo ahlaamka kuwaasina waxa loo baahan yahay qofkii ku riyoodo inuu sameeyo saddex arimood kow inuu dhanka bidix oo aan ruftufa ama uu afuufo labo inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala magan galo saddex dhanka u jiifay inuu ka wareego dhanka kale u wareego sidaa daraadeed ilaahayna waa ka badbaadinayaa sidoo nabigeena tilmaamay calayhi salaatu wasalaam baabkaas halkaas uga baxayna insha allah fasal ku xiga oo ah fadlul cibaadati billayl habeenkii cibaadada la cibaadaysto ayaan hadda galaynaa habeenka cibaadada la cibaadaysto waxaa muddaa iyo ramadaanka hadda aan ku jirno cilaaqaad weyn inuu leeyahay mawduucan salaatuleylka ku saabsan iyo cibaadaadka guud ahaan habeenkii la sameeyahay gaar ahaan xilligan hadda lagu jiro bisha ramadaan waxaan jeclaa inaan wax yar cilaaqaadkooda aan isku xiriiriyo si aan maadaama aan xaaladda aan ku jirno waxaa la yidhahdaa likulli maqaamin maqaal bisha barakeysan ee ramadaan ee bisha dilxij la xajiyo oo dadka muslimiinta ay wada ogyihiin labada waxay ka mid yihiin bilaha fadliga badan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa ku galadaystay bishani barakeysan waxay culimmadu yidhaahdaan habeenaheeda waa in cibaadad xoogga la saaraa bisha dilxajna waxaa la yidhaahdaa maalmaheedu waa in xoogga la saaraa cibaadada sidaa daraaddeed bisha dilxaj goormaa la xajiya xajiga la qabtaa waa maalmaha weyaan sideeda bisha dilxaj waxaa la tagaa mina sagaalka bisha dilxaj waxaa la tagaa carafa habeenka musdalifa la seexanaya moone maalinta tobanaad ee bisha dilxaj dadka ay ciidayaan dadka xujaajtan waa maalinta ugu acmaasha badan waxay sameynayaan dhagax tuurkii xoolihii la gowracay timihii la gaabsanayay ama la xiiranayay kacbadii la tagaa la tawaafayay iyo sacigoo la sameynayay sidaa daraaddeed waxaa weyaan bisha dilxaj maalmaha aada loo cibaadaystaa bisha ramadaanna waxaa weeyaan aada waxaa loo cibaadaystaa habeenka weeyaan saa daraaddeed cilaaqaadka ka dhexeeya unbaa rabaa inaan isku xirmaanay laakiin hadda waxay ka hadlayna waxaa weeyaan guud ahaan ama ramadaan aan ku jirno ama yaanan ku jirin cibaadada bisha barakeysan habeenkii weliba habeenka cibaadada la dukanaayo ama salaad ha ahaato ama waxyaabo kale ahaatee mawduucan culimmadu waxay yidhaahdaan oo salafu saalix markay ka waramaayo ibnu qayim jawzi runtiina arrin cajiib oo arrintan kaga hadlay oo anina aan rabo inaan horodhac kaga dhigto qof kastoo muslim ahna ee u baahan yahay arrintaa waxaa weeyaan walaalayaal arrinkan oo kale mawduucan oo kale salaatuleyl cibaadada habeen la dukado in qofka uu ka hadlo oo isaga ehel aan u ahayn ama aanu sameynin walow ha soo galo mujmalka dadka muslimiinta guud ahaaneed waxaa laga yaabaa inaanu booskii u baahneed aanu dhigin sidaa daraaddeed ibnu qayim jawzi wuxuu yidhahdaa markuu ka hadlay xaaladda dadka muqarabiinta ah waa ogtihiin dadka jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhira marka la tago dadka waxay u qaybsayeen dad muqarabiin la dhaho iyo dad asxaabulyamiin la yidhahdo iyo dad asxaabushimaal la yidhahdo suuratu waaqica sida ka hadasha alimaam ibnu qayim jawzi markuu ka hadlaya dadka muqarabiinta xaaladooda wuxuu yidhi arrinkaas anoo ka hadlayo haddana wuxuu yidhi lam yashumu lahum raaxixa haba yaraatee xataa udeeg ama ur dadkaasi ma urinuu leeyahay haddana wuxuu caddeeyey dadka noocaasi marka laga hadlayo qofka ka hadlaya inuusan ka mid ahayn iyaga uusan ka mid ahayn waxaa laga yaabaa in aan ka hadlo waxa igu qasbaa inay tahay uu yidhi anoo ka mid ahayn dadka muqarabiinta haddana muqarabiinta inaan faahfaahiyo waxaa igu qasbay uu yidhi in qofkii akhriya qoraalka aan ka qorayo dadkaasi inaa akhrintaasi hadduu ilaahay wax ka garansiiyo uu ku camal falo inuu ilahay ajar iga siiyo meeshaas wa bihaada anna waxaan leeyahay anoon ka mid ahayn dadka habeenka cibaadaysta haddana waxaan leeyahay ilaahay waxaa laga yaabaa subxaanahu wa tacaala dadka walaalaha inuu dad uun ilaahay ku anfaco oo meeshaasi ajar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga wada siiyo dhammaanteen sidaa daraaddeed markaan ka baxo aan usoo laabto ciwaankeena sheekhul islaam ibnu taymiya kitaabkan wuxuu u baabeeyey kitaabka kalimu tayib fasalka toddobaad faslun fii fadli cibaadati billayl cibaadada habeenkii la cibaadaysto cibaadada habeenkana waa mid qaali waa ogtihiina nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la amray ogaadana cibaadadan culimmada kitaabo gaaray ba ka qoreenba gaar ahaan salaatuleylka risaail aada u tira badana laga qoray
qofki rabana u laaban karaa. sidaa daraadda sheekh wuxuu ku bilaabay aayadda jalla wacala rabbi uu yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila, ilaa laga gaarayo ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila. rabbi jalla wacala wuxuu la hadlaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha almuzammil, kan isduduubayo qur-aanka ka helimaysid yaa muxamed. nabi maxamed isoo loo yeerayo in lagu dhawaaqo magaciisa ka helimaysid, bal u fiirsado. laakiin ambiyada kala dhan waa ku jirtaa. aadam yaa aadam khuduu ziinatakum cinda kul yaa bani aadam waa taas, yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna. ibraahim waa loo yeeray, nuux sidoo kale, ibraahim sidoo kale, muuse sidoo kale, ciise sidoo kale. laakiin nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam kelimada yaa in la yidhaahdo nabiga maxamed magaciisa la sheego ma helayso qur-aanka. sidaa daraaddeed karaamo iyo sharaf ilaah uu siiyey waya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. aniga iyo adiga dadka i dhegeysana amay daawanayan waxaa loo baahanya nabi maxamed inaan sharafno, markaa magaciisa soo hadal qaadayna inaan ku darna waxa ilaahay uu ku sharfay oo ah nebinimo, rasuulnimo, inaan ku sharafno weeyaan. laakiin maxamed wuxuu yidhi, waxay kutusinaysaa qofkaasi qiimo la-aanta uu u hayo qiimaha nabi maxamed agtiisa uu ka joogo ayay tusaale u tahay qofkaas. saa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam mar walba waa inaan weyneyno oo sharafno weeyaan, siduu ilaah u qiimeeya una sharafo weeyaan. marka rabbi jalla wacala wuxuu leeyay yaa ayuha almuzammil, kan isduduubayo. aayaddan waxaa la yidhahdaa waxay soo degtay markii nabi maxamed risaalada ku bilaabatay, iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, iqra warabbuka alakram aladii callama bilqalam, callama alinsaana maa lam yaclam. markay soo degtay ayuu isduduubay nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam, waatuu u yimid xaaskiisii khadiija radiallahu canha waardaha, kadibna uu yidhi idad idad, isoo duuduuban oo dadan ayuu ilaahay jalla wacala wuxuu ku yidhi yaa ayuha almuzammil, kan isduduubayo, qum illayla, istaag habeenki, ilaa qaliila, in yar mooyaane, habeenka dhan istaag, in yar mooyaane. qur-aanka suuraddan ilaah waa sii wado, marka habeenka in yar ma aana inta kale taagnaa la yidhi. markaas haddana waxaa la yidhi qum illayla ilaa qaliila nisfahu, marka hore habeenka dhan taagnaa la yidhi in yar mooyaane. habeenka mathala kaba dhigma saddex qaybood u qaybi, intiisa badan muxuu noqonaya laba qaybood weyaan. waxaa la yidhi qum illayl ilaa qaliila, mathala 12 saac kasoo qaata inuu habeenka yahay, 8 saac ilaahay subxaanahu watacaala u taagnaawo. haddana waxaa la yidhi nisfahu, nisfki waa maxay? habeenkii labu qaybi 6 saacadood. haddana waxaa la yidhi aw amase unqus minhu, yacni hoos u dhig qaliilan in yar, yacni ka yaray nuska saac, aw zid calayhi ama ka ziyaada nuska saac, intaba ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam. markaasuu ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi ina naashi'ata alleyl, cibaadada habeenkii la bilaabaahi hiya iyadu ayaa ashaddu daran wat'an xagga firfircoonida leh, wa aqwamu iyadaana toosan qiilan xagga oraahda. maxaa laga wadaa habeenkii qofkii inuu usoo kaco cibaado uu ilaahay hor istaago iyadaa u toosnaan badan u adag xagga jirka, bimacnaa cid ku dhegaysanayso, cidaa istusinaysid, cid ku arkayso midna malah, waa adiga iyo rabbigaa jalla wacala. haddana wa aqwamu qiilan, marka dadka badanaa markay cibaadaysanayaan xaalado kama marno, qofku waxaa dhici karta wuxuu akrinayo iyo qalbiisa inaan isla socon. laakiin habeenkii maxaa la yidhi iyadaa habeenka u fiican waxa afka ka leedahay iyo qalbigaaga iyo jirkaaga inuu isla socdaan. sidaa daraaddeed ilaahay jalla wacala nabi maxamed ayuu saas ku yidhi. haddana rabbi jalla wacala aayad kale wuxuu ku yidhi wa min alleyli, habeenkii, fasjud lahu, u sujuud rabbigaa jalla wacala, wasabbixhu, una tasbixso, xumaan iyo nuqsaan adoo ku hufay rabbiga, leylan tawiila, habeenkii in badan. aayaadkan iyo aayaad kale waxay dalil u yihiin nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam waxaa la amray ummadiisa asalkan iyadan waa la amray ilaa wax gaara oo ku tusinayo inay isaga u gaar tahay mooyaane markay yimaadaan. sidaa daraaddeed salaatuleylka nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam sida loo amray annagana waxaa nalaga rabaa inaan ku dadaalno. waa dhici kartaa culimmada qaar waxay yidhahdaan salaatuleylka asalka marka hore nabi maxamed waajiba ku ahayd, marka dambe waa laga sunna looga dhigay. aayadda waxay dalishaa wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak, sida aayadda noo imaan doonto. wasawaab walcilmu cinda allah, nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam siduu u dukan jiray waa inaan u dukanno, cala aqali naafilatan lana haddee rabta hanoo noqoto. laakiin ummadda nabi maxamed waxay kasoo haray sunna weeyaan culimmada yidhahdaan. qaala tacaala, ilaah wuxuu yihi wa min alleyli, habeenkii oo qeyb ka mid a weeyaan, fatahajad bihi naafilatan lak, ilaahay subxaanahu watacaala u duko oo maxay too
إلهي سبحانه وتعالى عباديسو يضو نافلة لك علماء وحيرادان واجب كو أما نافلة لك الزيادة يفضل إيرادكو الله فضب وحيرادان والعلم عند الله سيادة رادد نبي عليه الصلاة والسلام سيد الشيخ الكتاب قرأ أسوقات في صحيح مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن همام نعم نعم وفي الصحيحين عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له نبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وحوليه ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ربي غينو هبين والبسامة الدنيا ذا أيهم هذا وأسودك قرم حين يبقى ثلث الليل الآخر هبينك سدح دلال دلالك أقود دنبايه أي ربي جل وعلا أسودك سماء الدنيا فيقول مركا وحير هذا من يدعوني يا إبريا فأستجيب له أنك أجيبا ومن يسألني يا وحي دي سنية فأعطيه أنصيا ومن يستغفرني يا دم دافي ودي سنية فأغفر لها دم دافي ودي حديث كان سو واضح النبي عليه الصلاة والسلام هو عدي ربي جل وعلا هبين وبين صمد الدنك إيمانا ثلث الليل الآخر مركز القهار استقوا له يا إبريا ربي جل وعلا حلي يا أنا إبريا من يدعوني فأستجيب له وأنك أجيبه ومن يسألني يا وحي ودي سنية ومن يسألني يا وحي ودي سنية أنيقة فأعطيه أنصية ومن يستغفرني يا دم دافي ودي سنية فأغفر له أن أدم دافع حديث كان مركل لي ربي أيا سود تأويل ما قال ماشان ما ربنا ملك شريري ينزل ربنا كل ليلة مليكة ينزل ملك ربنا ربي قينا ملائكتي سميت كاملة سود دقو هذه آدى السيدة تلالي حتى naska ku diidayo ido khald ay tahay su nasku diidaya rabbi asoo deeyali rabbi xuleeya man yadcuuni yaa ibraay hada tiraa malaa'iga soo dogto malaa'ig ma leh yaa ibraay malaa'ig ma wadas kale in la baryaay wa may sida daraadeed wa inaan ka faa'ideysana ibaadadka gaar ahaan ramadaanka oo aan ku jirno 10 ugu horeeyay rabbi jalla wa ala albaabay soo furayeen xilli walba xilligaasna ilaahay jalla wa ala adoomadiisa u dhawyahay عن عمر بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن حديث عمر بن عبسة نبي عليه الصلاة والسلام أيا وحو يري أقرب ما يكون الرب من العبد الله مركو أدونك سأقوله يهي رواية كان حاجرته أقرب ما يكون العبد من ربي أدون كمرك ربي أدوية بل أفر صد فرق يقول حي تاني وحاوي أن الله مرك أدون كيس أدوية حديث كلام عم حي أدون كمرك ربي أدوية أدون كمرك ربي أدوية هاي ومرك سجود سنة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هل كانوا حاوي أن مرك الله أدون كيس أدوية هاي في جوف الليل الآخر ويان وهبينك حل قدام بويان فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن هداد كرتيد إن أتكم من نقطة كوة الله حصي نقط وأنا مهم قفل بأنه حلقة كود دالة أنه إلهي سبحانه وتعالى هدادك الله حصي سيدة هذا بهبينك حلقة دنبة لقي أبا داد إن إلهي كو عاصي قروبة يان دنبيكو الله يان أما إيه سمينة يان أما وقار كود حالة دنبي أجر لوقر إسم كجرينبة لكن جانس كاس كفايه يسو خيلغاسنا وا خيليادا لا غادو ويانو جانسيدا اوغو وناسن اي لا غادو وا جانسيدا ذنوبتن لا انو غدافو جنة الهي سبحانه وتعالى ان كون متاسن كرنا حديث كاسي حاكم ايو ركل وي سيخي ان ذهبي وانا على شرط مسلم وانا سيدا اي يرادين لبدو سيدا او شيغاي ان علماء بدن اي شيغان وقال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة
إن في الليل لساعة هبينك وحاكو جرى ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة هبينك وحاكو جرى ساعة إلى هاي موافج يقف مسلم أو ودي سنة حل قاسي خير الدنيا يمد آخرة مجرو إلا هدوجر قف حلقة هبينك ساعد داسي إلهي قف موافجيو أو الله ويدي سنة الدنيا آخر خيرك كجرة إلا أعطاه إياه إله واسية إلا أعطاه إياه إله واسية أريك أسنا وكل ليلة هبين والبويان وإنا كفالي سنة هبينك ساعد كجرة ساعد داسي وإنا كدد لنا حلقة دنبويان إنا إله سبحانه وتعالى أدوانو إله إنا أمبرنو هذا دكان كرين إلى التصبيح سو قرآن وآخر سو دعي سو ولبا حديث كان لفظي وحاويان إنه إله قف كبريو فير إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله إله ويدي سنة إنه إله برسل ويا حلقاسي خير الدنيا مد آخر إله نوكوا في الجنية حديث إمام مسلم سو صاري وقال تعالى ربح والمستغفرين بالأسحار ددك وناسنت المامود وحكمده حلقا suxurta xilliga dambe weeyaanu dadka ala dambe dhaaf ku wadiista wa ogtihiin oo dadka ilaahay dambe dhaaf ku wadiisana waxa kamida dadka habeenkii ilaahay u soo jeeda dhinacyada dhulkooda ka ilaaliya hadana iyagoo dukada salaatul layl dadka kale asaagoodan ay hurdaan ama dhunub ay ku jiraan iyagoo dukada salaatul layl ay hadana ilaahay dambe dhaaf wadiisana limaada laana waxa weeyaan inta sameeyaan xataa waxay u arkaan wali taqsiir inuu ku jiro qofka muslimkana siyaasa laga rabaa mar walba daaiman wa abadan inuu ahaado wa yidkaru an anas ibn malik radiyallahu anhu qaal ويذكر وراء صمرني وسيغد أمقابك الوفا من حديثك إنه ضعيف هاي أنس ابن مالك رضي الله عنه حجر أمرنا إيو نهينا إيو هذا مغش أصحاب تلها إيو ومرفوع حكما ويان لكن حديثك كان ضعيف أمرنا أنت ضعيف كأهنا وترضع أمرنا وحان الأمر أن نستغفر بالليل 70 استغفارا هبينك وحان الأمر تضبعتا قور إنا ويديسنا ألا دم داف إن إله دم داف اللي ويديستو هبينك هدا صمرني وبالأسحار ومستغفرون كمذا والمستغفرين بالأسحار كمذا إن إله سبحانه وتعالى إن وحلو ودي استدنا صامرنا إله إنه الصمد أدنك إيمانا أولي هاي من يستغفرني فأغفر له أدنا صامرنا لكن علادة كانت ضعيف لماذا واترادة 70 استغفارا واترادة ويان سيادة رادة علماء وحير هذا الحديث كان هراء صامرنا وضعيف سيادة رادة حديث كترادة سنبوك ضعيفة ويانو وحكالي معهن وعن قدرنا انتان ير أو أه بابو في تتمة ما يقول يستيقظ فصل كان هو وفصل هي لما استر قف كل كفردود كسوق وحا اولي هي انت بدل ما سومرني انت ير ايام مرينا كدبنا 10 كاس انه استيقظنا ان شاء الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكري حديث كان راس مرني قف كل كفردود كسوق فليقل هي يراد الحمد لله الذي رد علي روحي الله أضام ما هذا إسكاله ما هذا إدير كذا لن أضع إسكاله أو يسوع لي الروح هذا توقفكم مركو سحد وارد انتي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قفكم مركو سحد وارد انتي مرك الله أضام ما هذا إسكاله إدير كذا أو يسوع لي الروح هذا هذا نوع حجر دد إله الروح ذي نفط أكسوع لي لكن حنون لا صرقها وحال هذا وعافاني في جسدي جركي جن إعافيه الله ما هذا إسكاله هذا نوع حجر دد إله الروح الله أكسوع لي جركو ذن عافية لكن الله حسب لي هذا نوع حال هذا وأدنى لي بذكره الله يدمي حسكي سئنا عن حسه أرن كان إمام الشافعي كتابك الرسالة كتابك الرسالة وحول لي هاي الله مركبت إنا حستي الله أكون هذا سيد إلهي أضع ما هذا إسكاله أتريه تاس لفتك هذا حقوبه أنت حدنا إنا إلهي كم هذا سيد إنا إلهي كم هذا سيد لفتك هذا النعمة مركا ترى إلهي أضع ما هذا إسكاله إرقى سلفتك سادنا حقوبه إنا إلهي كم هذا سيد إلهي كوا فجي أنا الله كم هذا سادنا حقوبه أنت إنا إلهي كم هذا سيد معنى ذو حاوي مروا بإلهي إنا كم هذا سيد وين دائما وأبدا إلهي حنكبر إنا ضدك إلهي كم هذا مروا بإلهي نونا قديقو حديث كان سوى تخريج كذو حزنه رأى صمنا وانا حديث صحيح وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل قف مجرو رجل دي الله رق دمر كله كوذ جرا لكن ما أهن رك لي ما شاء ما من رجل ينتبه من نومي مجرو قف رديس كسو برارو فيقول إلى هذا الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة الحمد لله الذي بعثني سالما
صالما سويا أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إلا قال صدق عبدي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كان حجري أيو ليه ما من رجل ينتبه من نوم يقف مجر هدوده كبرارك أو كسوكع فيقول هذا الحمد لله الذي خلق النوم وليغضه إلهي سبحانه وتعالى ما اسكله الليها أبور النوم وليقضه يقفك إنه سوكع برارك الحمد لله الذي بعثني سالما سويا الله ما اسكله أنا قول نبت قبا بد قبا وعثمات قبا توصن سوكعي الله ما هذا اسكله مركا تادنو حلد أشهد أن الله يحيي الموتى وحنقر يوم رقاتك أهي إلهي جل وعلا إنه واحد انتنى وليه وهو على كل شيء قدير لأنه هو يحيي الموتى حلوه يقفك مدوس سحد وارد انت هذا سوك عديد واسون أولاد صادر عدد حلد هاي أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله وميتك وحول بأبوذو إلا قال قفك انت يرادو مجر قف أدو انت يرادو إلا هدو يرادو ربي وحاولي صدق عبدي أدونك وارم شهي لكن حديث كان ضعيف جدا سيدة درادة وحانك وجر محمد بن عبيد الله رأس مرنوى محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري وانا متروك سيدة حافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه التقريب وكيري وإلى هنا وحان أصيبني وفمن الله وحده وحان قلدي وفمني ومن الشيطان ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه ونيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.